كابتن محمود الخطيب وجوده مع البعثة زي ما بقول دايما مهم. امبارح كان عقد اجتماع في الملعب مع اللعيبه، مع لعيبه النادي الاهلي ومع موسيماني مع الجهاز الفني. كان بيحس اللعيبه على النهارده المباراه واهميتها. المباراه النهارده وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي، احنا عارفين اللعيبه الفتره اللي فاتت بتمر بظروف صعبه، اجهاد وارهاق، ضغط مباريات، رحله سفر شاقه من مصر لجنوب افريقيا وترجع تاني من جنوب افريقيا للدوحه، ساعات سفر كبيره جدا. انا تواصلت مع يعني بعض المسؤولين هناك وقالوا ان في يعني مشقه كبيره في السفر وفي تعب كبير، لكن اللعيبه ما شاء الله عندها روح وعندها عزيمه ويعني وعلى اتم الاستعداد ان شاء الله انها تؤدي مباراه كبيره، وان شاء الله يكون التوفيق من حظنا. بعد قليل هنروح ان شاء الله لبعثه النادي الاهلي هناك اول ما يكونوا جاهزين علشان نطمن اكتر على بعثه النادي الاهلي وعلى الاستعدادات وكمان على لاعبي النادي الاهلي.